السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الأعزاء، في هذه الحلقة سأذكر لكم الأنبياء الذين مر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماوات السبع خلال رحلة معراجه، ونذكرهم على الترتيب. أولهم آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا، ثانيهم يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام في السماء الثانية، ثالثهم يوسف عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة، رابعهم إدريس عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة، خامسهم هارون عليه الصلاة والسلام في السماء الخامسة، سادسهم موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، سابعهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة. بارك الله لك أخي على المشاهدة. لا تنسى مشاركة المقطع مع أصدقائك وأهلك ومعارفك، لعلها تكون في ميزان حسناتك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.